ساعة واحد يكتب لنا يا شيعي شغل عقلك، يا شيعي لا تتبع الكاذبين. ليش هم هسه مو على منهاج النبوة يعني؟ لا هاي ما مشمولة بالنبي. أدري ذول اللي طلع ما في ساحات أما في استوديو أما خلف الكواليس. احنا نريد نسأل الشيعي كافر؟ أدري يعني احنا مسلمين بس وقت الأكل؟ يعني الخلاصة تريد أرنب أخذ أرنب، تريد غزال أخذ. يعني الإمام جعفر الصادق كان فاتح مدرسة علمية ولا متشذابين يسولف لهم.